السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس بخير. كنتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. الا كنتي مازال ما ضغطتيش على ابوني ضغط معايا على ابوني، والا كنتي مازال ما درتيش طامز اب دير طامز اب، والا مازال ما كنتيش ما درتيش طامز داون مرحبا بك دير طامز داون باش نعرف انا النوعيه ديال الفيديوهات اللي نتوما كتعجبكم باش نكثروا منها. كنت درت مؤخرا واحد الفيديو اللي هو عباره عن كيف تشتري سياره مستعمله، وتكلمنا فيه عن مجموعه من المغالطات التي قد يوقعك فيها الميكانيكي الذي تصطحبه معك لكي يشتري معك السيارة. ستجدون الرابطة أعلى. الآن سأقوم بفيديو استثناء وقد يكون انطلاقا إن أعجبكم الفيديو، لأن الفيديو السابق وصل إلى 500 مشاهدة وهو شيء من أعجبني كثيرا، وحصلت على ردود فعل من المغرب ومن خارج المغرب، وكان ذلك جميلا ورائعا بالنسبة لي لكي أستقبل تلك الملاحظات. فتختار سيارة انطلاقا من نوعية الوقود التي تستعمل. يعني واش نختار سياره اساس ولا السياره ديزل بنزين او ديزل؟ هناك اسطوره في المغرب، بمجرد ان تسال شخصا ديزل او بنزين سيقول لك ديزل لانه رخيص، ولكن نحن درسنا ما يسمى بالرياضيات في مدارسنا لكي لا ندعه خارج المدارس، وبالتالي سندخله الى هذا الواقع. لنقول انك دخلت الى دار السيارات، وسناخذ سيارتين للشباب في المغرب يقبلوا عليهما بشكل كبير، وما رونو كابتور، وحتى النساء ايضا يقبلن على هذا النوع من السيارات. تيستقبل لك الكوميسار، كيدخلك يقول لك فلاش من خاصك، كتقول انا عندي جوفي باش نشري ديك السياره ديال رونو كابتور، بلا كيوريها لك، كيقول لك هادي اسانس، هادي مغزوط، راه عندهم نفس لي زاكسيسوار، راه عندهم نفس المقومات الداخليه والخارجيه، نفس القدره الدفعيه، حتى نفس نوع الاطارات. ابري ما كيقول لك هكا، كيقول لك شوف راه ديزل زايد على ليسانس بجوج مليون في السنه. كتقول انت علاش انا اللي ما نشريش ليسانس؟ كطرح هذا التساؤل، ولكن ما كتزعمش فيه بزاف. علاش؟ لانه عندك ديك النظره القبليه ديال ان ليسانس غالي على المازوت. كيقول لك شوف ليسانس كيستهلك 6%، لانه كيستهلك 6 لترات في 100 كيلومتر، يعني مشيتي 100 كيلومتر خاصك تحط في هذيك 6 ديال اللترات. والبازوت كيستهلك تقريبا 4.2%، انك في 100 كيلومتر كيستهلك 4.2 ديال اللترات. وكيزيدك شوف راه المازوت هاد الايامات في السوق راه ناقص على ليسانس بجوج دراهم حتى لثلاثة دراهم ونص. انت اش كدير؟ كتقول واه فلا سيدي قلت مليون ونص، هي ما هي يعني هي اللي بنحطها دابا هي اللي بنخسرها من بعد، اللهم دابا ونشري واحد السيارة اللي ما كتستهلكلياش وبتضرب الدوام بعد 5 سنين. هادي الحسابات ديالنا كاملين، ولكن اجي نستعملو هاد المعطيات هادي ونحطوها في واحد الغربال وندخلوها بطريقة منطقية. دونك في 3 سنوات ديال لاكارونتي الا شدينا السيارة ايسانس والسيارة مازوت، شريت هاد السيارة مازوت زايدة بجوج المليون ونص، نحطوها هي السيارة ديال ليسانس استهلكت ليك في 3 ديال السنين بمعدل انك تقطع 20,000 كيلومتر في كل عام، وكتستهلك في كل عام 16,000 درهم ديال المازوت. هنضربوها في شحال؟ في 3 ديال السنين هتعطيك هنايا 840,000 درهم، في حين ان السيارة ديال الديزل في 3 ديال السنين بمعدل انك كتقطع 20,000 كيلومتر في العام، هتستهلك ليك تقريبا 9,000 درهم في كل 20,000 كيلومتر، في 3 سنين هتعطيك 27,000 درهم. سنقوم بالعملية الحسابية. سنجد أن سيارة البنزين استهلكت في ظرف 3 سنوات 48,000 درهم فقط، في حين أن سيارة الديزل في 3 سنوات إذا انتهت مدة الضمانة 27,000 درهم زائد 25,000 درهم فارق بين السيارتين. إذا الفارق سيصبح في صالح ماذا؟ سيارة البنزين. ستقول لي بعد 3 سنوات ستصبح سيارة الديزل مربحة. لا يا صديقي، بعد 3 سنوات سينتقل معدل استهلاك سيارة الديزل من 4.2 إلى 4.6 إلى 5، ويصبح في ارتفاع، ستصبح المكابح، ثم بعد ذلك أشياء أخرى، لأن سيارة الديزل هي سيارة تحتاج مجموعة من الإصلاحات، تحتاج مجموعة من ليزاكسيسوار، لأنها سيارة ملوثة للبيئة، وبالتالي دائما منظمة تفرض على الشركة مجموعة
مجموعة من الاكسسوارات التي غالبا ما كتخسر مع الوقت، في حين أنها لا توجد في سيارة البنزين، وبالتالي بعد 3 سنوات لن تحتاج إلا بعد 5 أو 6 سنوات إلى تغيير المحرك بصفة كلية، في حين أن سيارة الديزل بالإضافة إلى تغيير المحرك ستغير أشياء أخرى قد تصل في بعض قيمتها إلى 3000 درهم إلى 4000 درهم، بالخصوص إذا كانت السيارة غير متواجدة في الفريق، وبالتالي ستصبح في معاناة. الآن ضحضنا فكرة أنك لن تشتري من جديد سيارة بنزين، بل ستشتري يا صديقي، يعني الناس اللي بكي بيمشي يشري مثلا صاصية صندر و 7 مليون 6 مليون شي حاجة، راه من حقه دابا يمشي يشريها لأنه الفارق مربح بالنسبة لك، سيرتو لك تشري كاش. إذا إلى ذلك الحين، كان معكم أحمد الهندسي، السلام عليكم.